فيلم A Dog Named Palma. تبدأ قصة الفيلم زمن السبعينات ويا شخص اسمه آيغور، وآيغور عنده كلب وهو بالمطار حتى يسافر، وخلص كل الإجراءات وتوجه للطيارة هو والكلب مالته. لكن قبل ما يصعد وقفته وظيفة الطيران وقالت له ما نقدر نصعد الكلب للطيارة لأنه ما عنده تأمين صحي. فيروح آيغور على دكتور بيطري بالمطار ويبدأ يفحص به، وبعد ما يفحص يتبين إنه الكلب عنده بعض الأمراض والالتهابات وما يحق له يسافر ويصعد بالطيارة. فينقهر آيغور ويروح يرجع للمضيفة ويبقى يتوسل بها حتى تصعد الكلب وياه، وتنقهر عليه المضيفة وتوافق انه يصعد وياه. بس بهاي الاثناء تجي مديرة المطار وتعصب وترفض يصعد الكلب بالطيارة بدون شهادة صحية تثبت سلامته من جميع الامراض. فايغور يطلع طوبة صغيرة من جيبه ويشمرها بعيد ويروح الكلب حتى يجيبها، وايغور يصعد بالطيارة، ولما يشوف الكلب يركض وراه ويبدي يلحقه وتطير الطيارة، وايغور يعوف الكلب لوحده ويبقى يباوع الكلب على الطيارة وهو مقهور. ويجي امن المطار حتى يطلع الكلب من المطار ويبدون يلحقوه، لكن الكلب يقتل يم مصلح الطائرات ويروح عليه ويقرر يربيه. فيبدي يقدم له الاكل والشرب ويعتني بيه، لكن الكلب يشوف طياره جايه ويعوف الاكل ويروح عليها ويعتقد انه هذا آيغور رجع اله، ويوقف يم درج الطياره وينتظر صاحبه ينزل لكن بدون فايده، والعالم كله تبوع على الكلب ومستغربين من وجود الكلب بهذا المكان. وهنا يجي امن المطار على الكلب ويحاصرون الكلب ويدخلوه داخل الباص ويسجنوه. وبهاي الاثناء تكون الطياره فرغت من كل الركاب، بس اكو طفل داخل الطياره وهذا ابن كابتن الطياره واسمه كويلا، ويجي ابوه ويقول له يلا وصلنا وخلي ننزل. ولما ينزلون من الطياره يشوفون هوسه لانه امن المطار مانعين المسافرين من ركوب الباص. فكويلا ياخذ الفضول حتى يدخل داخل هذا الباص، فيدخل كويلا ويشوف اكو كلب داخل هذا الباص ويتفاجئ به ويقرر يساعد الكلب ويفتح الباب، والكلب ينهزم من يم امن المطار. بعدها يوصل الخبر لمديره المطار وتبدا تعصب على ابو كويلا وتقول له هذا العمل غير مرضي وتصرف غير مسموح به. فيقول لها انه ابنه يعاني من حاله نفسيه بسبب انفصاله عن امه، فتنقهر عليها وتسامحه وتقول له روح ركز على شغلك وهالمره سماح. ولما يروحون للبيت كويلا يستغل نومه ابوه ويروح للمطار حتى يقطع تيكت ويروح للمكان اللي موجودة بيها أمه، لكن الموظفة ترفض تنطيه تيكت لأن كويلا صغير وعمره ما يسمح. فالموظفة تدز واحد من الأمن حتى يراقبه، ويبدأ يراقبه لحد ما يشوف كويلا يمشي ورا عائلة، وهاي العائلة هو ما يعرفهم، ويلزم إيد بنتهم. فيتأكد أبو الأمن إنه هذا الولد ابن هاي العائلة ويعوفه ويروح. ولما يوصل لدرج الطيارة مضيفة الطيران توقفه وتسأل العائلة تقول لهم الطفل وياكم، والعائلة تقول لها لا مو ويانا، فترفض تصعده بالطيارة. ولما تنتهي المضيفة يروح كويلا ويختل فوق طائرات الطيارة، لكن الكلب يشوفه ويبدأ ينبح عليه وينزله، وكويلا يرجع وياه. ولما يقعد كابتن الطيارة يشوف ابنه ما موجود، فيقدم بلاغ للشرطة وتجي الشرطة وتبدأ تاخذ اوصاف ابنه حتى يدورون عليه. لكن بهاي الاثناء يدق التليفون ويطلع مصلح الطيارات ويقول له ابنك موجود يمي. فيروح الكابتن معصب ويشوف ابنه نايم جوا طيارة عاطلة وبحضن الكلب، فيقعده ويقول له ليش انهزمت من البيت. فيرد عليه ويقول له انا بيتي يم امي مو يمك، ويبدا ابوه يهدده، لكن الكلب يبدا يدافع عنه ويبعد ابوه. فالمصلح يقول له انت عندك رحلة قريبة وروح سافر وخلي كويلا يمي لما ترجع، والكابتن يوافق. وبهاي الاثناء تقوى علاقة كويلا ويا الكلب، وكويلا يسمي الكلب بالما، وكويلا يفتهم قصة بالما ويقوم يوميا ياخذه ويوقف على مدرج الطائرات ويبقى ينتظر كل الطائرات ويشوفها لانه يعتقد انه صاحبه ينزل من وحده من هاي الطائرات لكن بدون اي جدوى. بس بهاي الاثناء لما ينزلون المسافرين ويروحون للباص، بالما يشتم ريحة صاحبه، لكن امن المطار يشوفوه ويقطعون عليه الطريق ويلحقوه. وبالما يفوت داخل المطار ويفوت الامن ورا، ولما يشوفهم ورا بالما يفوت داخل جهاز الاشعة لفحص الحقائب ويركض ورا الشخص اللي يعتقد انه هو صاحبه، لكن ما يطلع صاحبه ويصير عنده يأس وينقهر. والأمن يحاصر بالما من كل جهة، بس يجي كويلا ويوقف قدامهم ويقدر يهزم بالما، وبالما ينهزم بين المسافرين ويسوي هوسة كبيرة داخل المطار. وكويلا قدر يختل بالما ويروح على موظفة بالمطار ويحكي لها قصة بالما ويقول لها أريد أوصل صاحب الكلب، لكن يتفاجأ من جواب الموظفة وتقول له إنه إحنا مو من حقنا نقدر ننطيك بيانات المسافرين، ولا أنت من حقك تشوف أي بيانات لأحد أشخاص المسافرين. بس تنقهر عليها هاي الموظفة وتجيب له بيانات صاحب الكلب وتقول له بشرط إنه الكلب ما يفوت داخل المطار، ودلته على مكان يقدر ينهزم بيه من المطار. وبهاي الاثناء ابو كويلا خلص رحلته ونزل بالمطار وينطوه خبر انه المديره رايدته باسرع وقت. ولما يروح يشوف ضابط امن المطار موجود ويقولوا له انه ابنك سبب ازعاج وخوف كل المسافرين والموظفين بالمطار. وابوه يبدي يدافع عن ابنه، لكن مديره المطار تهدده وتقول له لو توقف ابنك وتمنع من الكلب لو راح امنعك من كل رحلات الطيران واطردك من الشغل. وبهاي الاثناء يجي الكابتن وراه سياره، وهاي السياره بها معدات صيد الكلاب، وينزلون الامن بالمعدات ويبدون يلزمون بالكلب. ولما يشوفهم كويلا يصيح عليهم ويحاول يمنعهم، بس يلزمه ابوه ويكتفه، والامن يلزم بالما ويدخله بالقفص. وبعدها يرجعون للبيت، وكويلا يقول له انا بعد ما اقدر ابقى يمك وراح ارجع يم امي لان امي هي اللي وقفت وياي بكل شيء، ويقول له اذا ما توديني انا راح اروح الملجأ للايتام. فابوه يقول له لا تطلع حسه لانه الجو ممطر وراح تتمرض، وباكر الصبح انا اوديك للملجأ. فما يهم الحكي وياخذ غراضه ويطلع يمشي بالمطر. وابوه يلحقه بالسياره ويحاول يقنعه يصعد وياه بالسياره، بس بقى كويلا مصر على طلعته للملجأ. فيقول له ابوه اركب بالسياره وانا راح اجيب لك الكلب مالتك، ويقتل
يقتنع كويلا ويفرح ويصعد وياه بالسيارة. وبهاي الأثناء بالما ينهزم من السيارة المسجون بيها ويروح على القفص البي لكلاب المسجونة ويحررها كلها وينهزمون، والحراس كلهم يطلعون ويلحقوهم بس ما يقدرون يلزموهم. وهنا كويلا وأبو يوصلون للمكان اللي بيه موجود بالما والكلاب البقية، فيقولوا لهم إنه كل الكلاب انهزمت وما نعرف وين راحن. فكويلا يقول لهم أنا أعرف بيا مكان راح تلقونه، ويروح كويلا وأبو للمطار ويبقون يدورون عليه بكل مكان بس ما يلقوا. وبهاي الأثناء يشوفون طيارة يجتي، وكويلا يأخذهم من مكان هبوط الطيارة ويشوفون بالما واقف يم درج الطيارة وكالعادة ينتظر صاحبه بس همين بدون فائدة. فيروح بالما محبط ومقهور. وبهاي الأثناء يجي صحفي ويصور بالما ويحكي قصته بالصحف حتى صاحبه يشوف الخبر ويجي عليه. وبهاي الأثناء المديرة ما توافق على تصرف أبو كويلا وتقول له شنو اللي سويته، وأني سامحتك مرة وما أسمحك مرة ثانية، وأنت مطرود من الشغل ودور لك على مكان ثاني. وبهاي الأثناء يدق التليفون ويقول لها مسؤول كبير بالدولة موجود بالمطار وياه فرقة التصوير وجايين على مود لقاء بخصوص الكلب بالما. فتروح مديرة المطار ويا الكابتن والمسؤول يسوي لقاء ويبدي يحكي عن هذا الكلب ووفائه، ويقول لهم احنا لازم نعتني بهذا الكلب تقديرا للوفاء لهذا الشخص. ووجه رسالة صاحب الكلب عن طريق التلفزيون ويقول له ارجوك ارجع البالما لانه هو يحبك وده ينتظرك بالمطار. والمسؤول يتشكر من الكابتن ومن كويلا ويطلب من مديرة المطار انه تكرم الكابتن وتكافئه. وبعد هذا اللقاء شهرة بالما تزيد والعالم كله يتعاطف وياه، وكل مسافر يجي يصور ويا بالما، وبالما يجيب شهرة واسعة للمطار وواردات المطار تزيد. بس مع كل هذا بالما بقى ينتظر كل طيارة تجي، وتعاطف الناس وياه ما غير شيء من هدفه. وبمرور الايام بالما يتمرض ويجي اليأس والحزن الشديد، ولما يجي الدكتور يفحصه ما يقدر يعرف شيء عن مرضه. بس بهاي الاثناء بالما تجي تخيلات على انه صاحبه ده يجي باتجاهه، ولما يروح ما يلقى وكأنما مثل السراب. بهاي الاثناء يشوف اهتمام كويلا اله فيعتبره صديق اله، ويقرر يروح وياه للبيت ويبدا يتكيف وياهم ويعيش بالبيت. بس باحد الايام يجي تليفون للكابتن ويقولوا له صاحب الكلب جايب الطيارة ويريد ياخذه وياه، والكابتن يضوج وينقهر لانه ابنه تعود عليه. ويروحون للمطار وينتظرون الطيارة وينزلون الركاب من الطيارة، ويكون واحد من عندهم ايغور صاحب الكلب ويروح لبالما بس يكون متردد، وكويلا يرجع وهو مقهور. والكابتن يروح على ايغور ويقول له اريد اشتري الكلب من عندك وش قد ما يكون سعره انا راح ادفع، لكن ايغور يرفض. وثاني يوم ايغور والكلب يريدون يسافرون، ولما يصعدون على الدرج الكلب يرفض يصعد ويريد يروح لكويلا، بس ايغور يجبر الكلب انه يصعد وياه ويصعدوه بالقوة. وكويلا يبكي ويقول لهم بالما ما يريد يروح، وابو كويلا كان قائد الرحلة وشاف وضع ابنه المحزن فيقرر يطفي محركات الطيارة. والمديرة تسأله ليش طفيتهن، فيقول لها اني لغيت الرحلة وما اقدر اروح. فتقول لها المضيفة انه تتصل على كابتن ثاني باسرع وقت، وتروح على ابو كويلا وتقول له لما تنتهي هاي الرحلة اجازة الطيران راح تنسحب منك وشوف لك شغلة ثانية. وبهاي الاثناء المضيفة تطلب من ايغور تأمين صحي للكلب، ولانه هو ما عنده تأمين صحي للكلب فالكلب لازم ينزل. ولما تجي المديرة المضيفة تقول لها هاي القوانين اللي نشتغل عليها ولازم اجازة صحية. وبهاي الاثناء ايغور يفتح الحبل من راس بالما، وبالما ينزل من الطيارة بكل سرعته ويروح يركض على كويلا بكل فرح وسرور ويحضن كويلا، واختار كويلا كصديق إله بدلا عن ايغور اللي عافه وراح. ولهنا تكون نهاية الفيلم. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد.